الفريق الأول لكرة السلة بقيادة كابتن أحمد مرعي هيحسم خلاص ملف التعاقد مع المحترف الأسبوع اللي جاي، وقرر إن هو يتعاقد مع صانع ألعاب أو لاعب سنتر. عارفين طبعا إن فريق السلة هيبدأ فترة الإعداد دي يوم الجمعة اللي جاية باللاعبين المحليين. عارفين إن الزمالك مش باقي له غير صفقة واحدة وهي المحترف، واللي ان شاء الله يكون محترف سوبر بالتاكيد، لان الزمالك كان تعاقد مع خالد عبد الناصر ومهاب ياسر وليد عبد الجواد وعبد الرحمن سعد لاعب منتخب قطر. فده خلاص، ده بيقول لك ان احنا بقينا خلاص صفقه المحترف، واللي هي انا شايفه انها يعني صلب الموضوع. النهارده لو انا قدرت ان انا احسم ملف التعاقد بتاعي مع محترف سوبر هيفرق معايا بشكل كبير جدا جدا، مع التوليفه اللي موجوده طبعا مع عوده مهاب ياسر باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا في اقرب وقت ممكن. التوليفه دي كلها لا ان شاء الله ترجعك للطريق الصحيح مع كابتن احمد مرعي بالتاكيد اللي هو مدير فني على اعلى مستوى. لو كملت التوليفه دي بمحترف سوبر هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا جدا، ويكون محترف اللي طول الوقت بنتكلم فيه، يكون محترف مش بيجيب لي بال 30 وال 40 بوينت في المباراه قد ما يكون كمان يا ريت يجيب لي ال 30 وال 40 بوينت ما فيش مشكله، بس يبقى بيعرف يشتغل جماعي، بيعرف يتحط في تيم ورك، مش فكره بس ان انا لا ان انا بعرف اجيب بوينتس وبتاع. طب انت لو مش فايق هنعمل ايه؟ خلاص يبقى خلصنا كده، اليوم خلص بالنسبه لنا او المباراه خلاص راحت، لان احنا جربنا الاداء ده مع بعض المحترفين. بيفرق معاك وبيخليك ليد قوي على المباراه وكل الكلام ده، لكن لو النهارده مش في يومه بتبقى مشكله. فانت محتاج، وطبعا كابتن مرعي يعني من المدربين اللي اكيد هيعرف يختار محترف تقيل جدا جدا ويكون بيعرف يعني يفيد الفرقه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالتاكيد. املنا في المحترف بالتاكيد، واللي انا يعني من الكواليس ومن معرفتي بكابتن مرعي وكل الكلام ده عارفه انه بجد مش هينهي غير مع، او مش هيخلص يعني بلغه الرياضه كده، غير مع محترف سوبر بالتاكيد.